دلوقتي نروح العالمين لجمانة ماهر هناك، هتحكي لنا تفاصيل كتير. صباح الفل عليك يا جمانة. صباح الخير يا عبدو، صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدين، صباح الخير يا مصر في كل مكان. انا طبعا معاكم النهارده من على ارض مدينه العالمين، وابتدت رحله صباح الخير يا مصر وكاميرا صباح الخير يا مصر في تغطيه فعاليات النسخه الثانيه من مهرجان العالمين. الحقيقه انا محتاره ابدا مع حضراتكم منين، ابدا مع حضراتكم من المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، ولا ابدا معاكم ونتكلم عن حفل الانطلاق وحفل الافتتاح امبارح اللي كان مليان مفاجآت، والصوره كانت الحقيقه خليني اقول انه اقل ما يقال عنها هي صوره مبهره، صوره مشرفه لاسم مصر، صوره كمان بتفرحنا احنا ان احنا شفنا اسم فلسطين الحبيبه موجود، ان كان من خلال المقطوعه الموسيقيه اللي عزفها طبعا المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، او حتى الرقصه اللي ادوها الكوريوغرافرز او الراقصين على المسرح وهي مستوحاه من الدبكه الفلسطينيه وايضا رقصه اصحاب الارض، او حتى الاغنيه اللي سمعناها من الفنانه دينا الوديدي، اغنيه لمست قلوبنا كلنا الحقيقه، كمان الكينج محمد منير. شفنا امبارح ناس كتير كانت موجودة، ناس مبهجة، ناس كانت جاية وعايزة تشارك في هذا الحدث المهم. هذا الحدث مستهدف انه يزور بس مدينة العالمين خلال النسخة دي مليون زائر. الحقيقة انه كمان في اشغال عالي جدا في مدينة العالمين الجديدة، ان كان من جموع الشعب المصري او حتى من اشقائنا العرب. في فعاليات كتيرة جدا جدا في المهرجان، ان كانت فعاليات ثقافية، رياضية، فنية، مسرحية، حتى يمكن فعاليات ليها علاقة بالاكل، الفود فيستيفال، مهرجان ليه علاقة بالاطفال، مهرجان نبتة. في فعاليات كتيرة جدا موجودة هنستمتع بيها مع حضراتكم خلال يمكن تغطية واسعة من خلال كاميرا صباح الخير يا مصر. هناخدكم في رحلات كتير جدا، هنشوف كل تفصيلة بتحصل على أرض الواقع من مدينة العالمين الجديدة. هنعمل لقاءات كتيرة جدا، إن كانوا لقاءات ليها علاقة بالقائمين على المهرجان وإدارة المهرجان، أو حتى ناس موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة هم كمان يحكوا لحضراتكم تجربتهم في مدينة العالمين الجديدة. استنونا في رحلة وتغطية خاصة في صباح الخير يا مصر من مدينة العالمين.